والمزيد من المتابعة. ينضم إلينا من رام الله السيد عبد الفتاح دولات المتحدث باسم حركة فتح. سيد عبد الفتاح، بعد التحية، يعني كلمات الدول المختلفة خلال جلسات الاستماع تدين وترفض الممارسات الإسرائيلية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أهم وأبرز ما توقفت عنده من كلمات مختلفة، سواء كلمات جنوب إفريقيا أو كلمات الجزائر وأيضا كلمة في مصر؟ كل التحية لكم بداية وللمشاهدين الكرام. اليوم هناك حراكا عربيا دوليا يحاصر دولة الاحتلال التي اعتادت أن تكون فوق القانون على مدار 67 سنة بحماية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيد عبد الفتاح، يعني إذا فكرة أن إسرائيل تتعامل بأنها فوق المساءلة وفوق القانون، هل بالإمكان أن يكون هناك إجراء أو تكون هناك مساءلة ومحاسبة حقيقية ملموسة على أرض الواقع لكل من تورط في هذه الحرب التي وصفت بالإبادة الجماعية والتي سقط فيها الكثير والعديد من الشهداء والمصابين خاصة من النساء والأطفال؟ نعم، هذا ما كنت أتحدث به عندما قلت أنها اعتادت أن تكون دولة فوق القانون، على اعتبار أن هناك من كان يرعى الاحتلال ويقدم لها كل أشكال الدعم ويحميها من المساءلة والمحاسبة، وأقصد من استخدم قرار الفيتو بالأمس في مجلس الأمن والذي وقف في وجه العالم الذي طالب الشعب الفلسطيني، وأمريكا وقفت إلى جانب هذا الحدود، وقفت الاحتلال وأن أقرر بالاستمرار وأن وجودي وبالتالي تقوم بإسقاط إسرائيل اليوم على 56 دولة في هذه العالم. الإمارات قدمت قطاع اليوم بالأمس في فلسطين، نوفمبر فتح لنا هذا العالم، لكن أنا أهتم اليوم في قطاع مصر، هذا ليس جديدا على هذا. نعم، شكرا جزيلا.